السلام عليكم متابعينا الكرام، عدنا اليكم من جديد وعادت الصوت والصوره. قبل ما ندخلوا في تحليل المباراه، كلنا سمعنا الخبر الرائع من رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اللي رسميا قال على ان المدرب وحيد خليلو استدعى الثلاثي المغربي حكيم زياش ونصر مزراوي وعبد الصمد الزلزولي. هذا الموضوع فيه ما يتقال، لذلك غادي نخليه في فيديو خاص ونهضروا عليه بالتفصيل ونقول لكم البلان كيفاش داير. ودابا نبداو مع تحليل مباراه باريس سان جيرمان وفريق بوردو برسم الجوله 28 من منافسه الدوري الفرنسي ليغ 1، وكل تركيزنا منصب على الفريق الباريسي بقياده المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، واللي فضل كالعاده يدخل بهذه التشكيله 4-3-3 في حراسه المرمى كيلور نافاس، كقلب دفاع ماركينوس وكيمبيبي، كظهير ايمن المغربي اشرف حكيمي، وكظهير ايسر نينو مينديز، في خط وسط عندنا باريديس والهولندي فينالدوم. اما في ثلاثي خط الهجوم بقياده الفرنسي الشاب كيليان مبابي، والبرغوث الارجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا. وقبل بدايه المباراه كان فريق الباريزي كيحتل المركز الاول ب 62 نقطة، اما بوردو الجريح في المركز الاخير ب 22 نقطة فقط. بداية المباراة على عكس المتوقع كانت قوية من جانب بوردو اللي كان سباق في تهديد مرمى بي اس جي في مناسبتين، وفي اقل من دقيقتين كان واضح تأثير الاقصاء من دوري ابطال اوروبا مأثر على بعض اللاعبين ذهنيا. من بعد نادي باريس سان جيرمان استحوذ على الكرة ولكن بدون فعالية، كانوا دائما كيصطدموا بالدفاع المتكتل والمنظم لنادي بوردو، اضافة الى البطء في بناء الهجمات والتحول حول من الدفاع للهجوم، وكان واضح انه كيفتقدوا للحلول. ولكن رغم كل هذه الصعوبات قدر نجم الفريق الشاب كيليان مبابي يخلق الفارق ويسجل اولى اهداف المباراه. والملاحظ ايضا في اشرف حكيمي، رغم انه كان كيدير مسانده وكيديبلاصا وكيخلق راسو المساحه، ولكن للاسف البرغوث ليونيل ميسي حالف ما يباسي معاه، كيفضل يلعب الصعيب على انه يلعب مع المغربي. وهذه اللقطه تكررت اكثر من مره، حتى جات اللقطه ديال الهدف الثاني اللي فاش قرر يلعب ميسي مع حكيمي. هنا بانت قوه باريس سان جيرمان. صراحه باس بروفوندور في العمق كان رائع جدا من ليونيل ميسي باتجاه المغربي اشرف حكيمي، اللي ديبلاصا وخلق راسه المساحه، وبفارق السرعه اللي بينه وبين المدافعين حط راسه في وضعيه سليمه، وبذلك باس على البرازيلي نيمار اللي سجل بسهوله تامه. يعني لو ميسي ونيمار كانوا من الاساس كيلعبوا مع اشرف حكيمي كنا غادي نشوفوا باريس سان جيرمان في مكان اخر. من بعد هذا الهدف شفنا فريق بوردو نهار دفاعيا واستقبل الهدف الثالث من الارجنتيني باريديس. ولكن الجميل اليوم هو اشرف حكيمي اللي شفناه كيصعد بزاف للهجوم على عكس المباريات الماضيه، وكان في بعض المرات كيدخل كقلب هجوم. كان واضح ان المدرب بوكيتينو عاطي الحريه في التقدم. ونقطه اخيره هي الجماهير اللي كانت في الملعب، بحيث فيما كان كيشد ميسي ونيمار الكره كتبدا عليهم الصافرات، وهنا كيبان لينا جليا على ان الجماهير غير راضيه على الاداء ديالهم لانهم كانوا من اسباب الاقصاء امام الميرينكي ريال مدريد. عموما ما يهمنا هو اشرف حكيمي اللي كان المستوى ديالو رائع جدا في هذه المباراه، اللهم بارك، وكان السبب في الهدف الثاني. نتمنوا اكيد كما غريبة يستمر في المستوى التصاعدي. وفي الختام كيبقى رأي ديالكم كالعادة، كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة.